مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا بكم في هذا المباشر الجديد. عنوان ديال هاد الفيديو هذا يعني شاب يعني مقعد، قدر الله ما شاء، يعني عنده زوجة ديالو للاسف الشديد يعني من بعد هاد الفيروس ديال كورونا، فلقى راسو انه كيبات الزوجة ديالو في الزنقة. باقي التفاصيل غادي نخليوه يحكي لكم هما باش تعرفوا اكثر المشكل اللي عنده وشنو النوعية ديال المساعدة اللي يمكن لكم تقدموا ليه. تفضل اخويا. السلام عليكم. واش انا طالب من هاد الناس هادو منهم يعاونوني بهذا المشكل اللي عندي؟ ارفع صوتك شويه. عندي واحد المشكل، انه المشكل اللي عندي انه مال الدار كيتسالوني الكره ديالهم وكيتسالوني انه يعني عندي حاله الظروف ديالي المعيشه وكل شيء ما عندي ما غادي نوريكم. المهم اخوتي اللي طالب من الناس هادو عطاوني ترخيص ديال هاد البلاصه هادي، والحمد لله جيت الحمد لله وحطيت وكل شيء وانا باقي، لكن عندي المشكل حاجة وحدة، أنا كنطلب من الناس أنهم يحميوني ويساعدوني ويبقوا معايا، لأن أنا ما عندي كل حاجة، عرفوا الظروف ديالي، وإلا ما تيقوني زعما يجيو لعندي حتى للدار ويشوفوا أن هادشي اللي أنا خلاني ندير الحالة هادي، يعني راه ماشي من الظرف ديالي، أن أنا ما بغيتش نخرج من الساعة ونطلق، أنا كنكافح بحالكم مريض وفي الحالة ديالي بحالكم، يعني اش غادي نقول لكم؟ شهدونا لا اله الا الله، انتم كتشوفوا الحاله بعينكم وكتشوفوا كل شيء، يعني انا والزوجه ديالي متقاسم انا وياها الكارديان بالليل وبالنهار، دابا هادي مده 15 يوم وانا عايش هنا في هاد القنت هادي، وانا كنطلب من الله الناس هادو يعني الباشا ولا القايد ولا هاد الناس يوقفوا معايا وتا همايا، والله يجازيهم بخير والله يجازيهم بخير، هادشي اللي كنطلب منهم. يعني السكنة فين عندك انت؟ انا السكنة عندي غير هنا في ضرب الجيران، كنسكن يعني كاري هادي مدة دابا 9 شهور. واحد الناس اش غنقول لكم زعما صبروا صبروا تاع عياو، ها 38,000 ريال ديال الموضوع، عاد باش زيد الدوايات، عاد باش زيد ليكوش، عاد باش زيد يعني المعيشة، يعني يا ربي اللي عالم كل واحد وصافي هادشي اللي غادي. يعني علاش كتناس في الزنقه وما كتناش في الدار؟ ما كنقدرش نمشي على اساس انهم مالين الدار، فين ما كندخل كيضايقوني بالهضره، يعني بزاف عييت ما نصبر من هذيك الهضره، يعني بركه غير المرض اللي فيا انا كافيني، فهمتيني؟ علاش غادي نقول لك يعني الواحد ما بقيتش قادر نزيد نسمع الهضره ديال شي واحد اولا بنتهم على خاص اش غنقول لك ولا باهم، المهم كتجي تشوف كيطالبوا بحقهم، لكن انت كتشوف راسك انك انت ضعيف قدامو، ما عندكش كيفاش تقاوم، لا حنين لا رحيم لا حتى شي واحد، كتشوف راسك انت واحد الام راه كبيره مسكينه كتجري على ثلاثة نفوس من غيرك انت، وهي مراه كبيره وكتقاوم طيب جميله، تجيب لك من غداها تجيب لك يعني مقاسمه معانا الصبر ديالها، وانا وهاد المرا ما كتقدر لا تخرج تخدم لي، انا ما كنقدرش، انا ودي كافي ما يعني ما كاين لا تحركني شي واحد ما كنتحركش، الكروسه الا ما لقيتش الدري خويا الصغير يدفعني بها ويحركني ما كنلقاش لي يحركني، يعني انا ما طالب من هاد الناس حتى شي حاجه، انا طالب ما كنسعى ما قادرش نخرج من الساعه اولا قادر نخرج ندير شي حاجه اللي هي ماشي من صالح ديالي، فهمتي؟ طالب من هاد الناس هادو، انا طلبت غير هاد البلاصه هادي، انا راه خدام بخير باغي ندير فالماطر وندير داكشي اللي قسم الله بحالي بحال اي عطاك الترخيص ديالها قبل؟ عندي الترخيص ديالها، عندي كلشي، هو الوراق اجي جبدهم ليا، ما خليه ماشي مشكل، عندي كلشي اخويا، ما عنديش خلص الترخيص ديالي وجبته بخير، يعني ما عنديش شي حاجه اللي مخالفه القانون اولا شي حاجه اللي ما نديرها. يعني فين كاين المشكل ديال؟ المشكل اللي عندي ان انا دابا كيقولوا لي انه هاد البلاصه اللي ما تحطش فيها هنا، هاد البلاصه اللي ممنوعة، انا جاو عندي ناس لامارين قال لك لا لامارين شاكين بيك لا ممنوع تحط هنا لامارين، انا جاو عندي الراجل النهار الاول جا عندي شاف ترخيص مسكين شاف هادي قال لي ولدي اللهم يسر اللهم بارك وزاد بحال، الغد لي جا القايد قال لي تحيد هادشي وحيدو، وبقيت كنبات هنايا لمدة دابا 15 يوم وأنا كنبات هنايا، مبقاش عندي لا قايد لا ماطر، عباد الله كيقولك شوف إلا بغيتي أنا حط عندك الماطر هنايا راه ضروري خاصك تطور السياج بحالكو هاد الشي بحالكو باش
ان القدرون زعما يحطوا عندك الموطور باش نعاونوك، يعني ما كاينش اللي غادي يعاونك هنايا من الموطور ديال النهار، شكون هو؟ ما كاينش قهاوي هنا، يعني التحرك اللي غادي تحط موطور بنهار وغادي تخدم بنهار وغادي تنعس في الدار، ما يمكنش هادي. راه ما كاينش الشارع هذا والناس كلها عارفه هاد الشيء، يعني غدر نهار كامل وانت واقف هنايا في الزنقه وما كاينش اللي غادي يجي يحط عندك موتور، لان ما كاينش فيه الرواج لا قهاوي لا ريستورات. فين غادي تكون هو اللي غيجيب يعني موتور؟ إذا كانت شي خدمة تكون غير بالليل. غتكون الخدمه ديال الناس اللي باغيين يتساعدوا معايا، كيقول لك غير دير هاد السياج ودير حنا نجيبوا لك الموتور ديالنا بالشهر ولا ب 15 يوم، يعني يلا غادي تكافى مع راسك مع دوك الناس اللي كيحترموك وعارفين قدرك وباغيين يعاونوك. الزوجة هادشي ديالك مسكينة كتعاني حتى هي. الزوجة ديالي انت تدخل شوف بعينيك مسكينة ناعسة، كانت تقاسم انا وياها الليل والنهار، نعس انا شوية تنعس هي شوية نعس انا شوية والحمد لله، ومسكينة صابرة ومكافحة معايا. هادي مدة عام وتسع شهور دابا انا داخل فيها في الشلال بحال كوايا، وكاينين الناس الله يجازيهم بخير ما كنتي بخير نساهمش. بصحتك وكل شيء؟ كنت بخير الحمد لله بصحتي بكل شيء غير الاكسيد، ودرت واحد الاكسيد ودابا لي عام وست شهور، داخل في عام وقولو 8 شهور بحال هكا 7 شهور، وانا الحمد لله انا عندي الوالد ديالي يعني مش غنقول لك بخير، لكن هو ما ربي خلصو صافي الله يجازي. اش غادي نقول لكم؟ الله يدير شي تاوت الخير، يعني لمبي ربما انه يشوفني ما غاديش يخليني نعيش في هذه الحاله هذه في استطاعته انه ينقذني، فهمتيني؟ لكن هو متزوج وعنده ولاد اخرين هم مني انا بزاف، فهمتيني؟ ولكن الله كيخلص. يعني الناس اللي دابا كيشوفوك كيشاهدوك يعني شنو تقدر يعاونوك في انا الطلاق؟ كنطلب منهم يعاونوني غير في المعيشه هذه ديال هاد الناس، يخلصوا لي غير هاد الكرا ويخلصوا لي هاد الموضوع ديال هاد الناس هادو، وباغيهم يعاونوني في هاد الشيء هذا اللي انا كندير فيه. هادشي اللي طالب من هاد الناس هادو، ما طالبش منهم شي حاجة، أنا باغي نكافح على راسي وباغي نخدم على راسي بالطريق، ما باغي لا نسعى لا حتى شي حاجة، والله يجازيهم بخير. هادشي اللي كنطلب منهم. الرقم ديالك ديال التليفون؟ رقم التليفون 06 02 50 68 84. عاودو 06 02 50 68 84. كما كتشوفوا يعني مشاهدي قناة شوف تي في، فهاد الشاب هذا كما كتشوفوا راه يعني رغم الوضعية ديالو ديال الإعاقة فهو مثال للشخص يعني اللي باغي يكافح وباغي يعني كما قال هو في من خلال التصريح ديالو انه ما باغيش يصعب، بالعكس هو باغي رغم الإعاقة ديالو وباغي يتحدى الإعاقة ديالو وباغي يخدم. يعني الناس اللي غادي يشوف الرقم ديالو وباغي يقدم ليه مساعدة لا من الناحية الإدارية انه باش يحصل على هذا المكان هذا اللي غادي يدير فيه العشاء، او كذلك اللي باغي يعاونو يعني يخلص ليه مستحقات ديال المنزل اللي كراه اللي تجمعوا عليه واحد 4 شهور، كذلك تجمع ليه الموضوع بسبب ازمة كورونا، وكما كنقولوا الله لا يضيع اجر المحسنين.